تاجر مخدرات أسترالي تم الإيقاع به في تايلاند، حكم عليه بالسجن لسنوات طويلة بعد أن تم ضبطه محاولا إدخال شحنة من المخدرات، وحمل رقما قياسيا لأطول فترة حكم قضاها أسترالي بسجن أجنبي. أثناء وجوده بالزنزانة تعرف على شاب باكستاني قلب حياته رأسا على عقب. ولد الأسترالي مارتن غارنيت عام 1967 في مدينة سيدني الأسترالية، عمل بائعا للسيارات الفاخرة وهو لم يتجاوز 16 عاما. كان دخله جيدا وكان من المفترض أن يعيش حياة سعيدة، وبعد سنوات التقى الشاب بفتاة أعجب بها وقررا الزواج. أراد الشاب أن يجني المال بسرعة أكبر لكي يتزوج، وبعد طول تفكير اعتمد طريقا آخر لزيادة دخله وهو تهريب المخدرات. في عام 1993 كان عمره 26 عاما. عاش الشاب وقتها حياة مليئة بالحماس والرفاهية، الكثير من السفر مع جني الكثير من النقود. كان عليه إتمام المهمة ثم العودة لمنزله بعد الحصول على أجرته، ولكن لسوء حظه لم تسر الأمور على هذا النحو تلك المرة، إذ كشفت أمره الشرطة التايلاندية بمطار بانكوك خلال تهريبه نحو 5 كيلوغرامات من الهيروين داخل ملابسه. اعتقلته السلطات وحكم عليه بالسجن 40 عاما بتهمة تهريب الممنوعات. وقع الحكم كالصاعقة على الشاب حتى أنه لم يستوعبه. لم يحتمل مارتن سجون تايلاند المتهالكة والتي تعد أسوأ سجون العالم. حاول الانتحار أكثر من مرة، خاصة بعدما تخلت عنه حبيبته، وكانت محاولته الأخيرة الإضراب عن الطعام محاولا قتل نفسه جوعا. ومع مرور الأيام استشعر مارتن مجموعة من المسلمين يصلون بالقرب من زنزانته كل يوم، وكان يشعر بالسكينة والهدوء كلما سمع نداءهم بالصلاة. وفي أحد الأيام التقى مارتن بسجين باكستاني مسلم يدعى حبيب. تكررت زيارته لمارتن ونهاه عن الانتحار، وكان يقرأ إليه آيات من القرآن الكريم، وفجأة بدأ مارتن يصغي إليها وبدأ يفكر في تغيير طريقته في العيش إن كان سيعيش. وفي اليوم 31 لإضرابه عن الطعام قرر إنهاء إضرابه واعتناق الإسلام وغير اسمه إلى أمين مبارك. شعر مارتن بالاستقرار لأول مرة في حياته. في عام 2011 منح عفوا ملكيا من ملك تايلاند، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء عقوبة 4 سنوات، وأطلق سراحه من السجن في عام 2015 وعمره 48 عاما. لكنه يؤكد أنه كان بحاجة إلى ذلك كله ليحصل على حياة سعيدة ومثمرة كما هو عليه الآن، ويتمنى أن يفعل كل خير فيما تبقى من حياته ليورثه من بعده. شاركنا برأيك، ماذا لو لم يلتقي مارتن بالشاب الباكستاني؟